فازت إدارة مكافحة المخدرات بالأدلة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالمركز الأول في فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي في مجال مكافحة المخدرات ضمن الجائزة التي تنظمها سنوياً الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم عبد الرحمن أحمد شويطر، رئيس شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية. مساء الخير وأهلاً بك معنا. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، ونود أن تطلعنا على أهمية هذه الجائزة بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور. بداية شرفني أن تواجد معاكم اليوم من هذا المنبر، وأشكركم على هذه الاستضافة. أما بالنسبة للجائزة، فهذه الجائزة تمثل تحديا لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للبحث والأدلة الجنائية للاستمرار على هذا المستوى العالي من الاحترافية والمهنية في مجال التصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. فالحفاظ على هذا الإنجاز العربي المشرف يدعو القائمين على المكافحة بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا الإنجاز. ومن جانب آخر، فإن هذه الجائزة جاءت تتويجا للجهود التي تبذل من رجال الأمن لمكافحة هذه السموم، ولله الحمد فقد تمكنت مملكة البحرين اليوم من مكافحة المواد المخدرة وضبط تجار مهربي هذه المواد قبل إيصال هذه السموم لأراضي مملكة البحرين، وذلك من خلال التعاون مع الأشقاء من الأجهزة النظيرة في المجتمع الدولي بشكل عام والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، إذ لا يخفى على الجميع بأن هذه المشكلة تطلب التعاون والتكاتف للحد من انتشارها ومكافحتها. نعم. كل الشكر للجميع. نعم، وما هي المعايير الموضوعة للحصول على هذه الجائزة؟ طبعا بالنسبة للمعايير، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وضعت عدة معايير لنيل هذه الجائزة وتصنيف المشاركات فيها. طبعا أهم هذه المعايير عدد العمليات الأمنية النوعية ذات الطابع الميداني المعلوماتي المشتركة مع الدول والتي يتم تنفيذها على مدى العام، بالإضافة إلى عدد الدول التي يتم التعاون والمشاركة معها في تنفيذ هذه العمليات الأمنية، وتصنيف أنواع العمليات الأمنية التي يتم تنفيذها بنجاح مع الدول الأخرى من حيث الظرف المكاني كالحدود والمنافذ المشتركة، وعمليات تسليم المراقب وعمليات البحث والتحري المشتركة، فضلا عن تبادل تمرير المعلومات والعمليات الميدانية. نعم. وأخيرا رصد نتائج العمليات الأمنية المشتركة من حيث الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومن حيث طبيعة المتورطين في تلك العمليات سواء كانوا أفرادا أو جماعات عصابية محلية أو دولية أو مختلطة. طبعا ومن هنا أود أن أرفع هذا الإنجاز العربي المشرف سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، وسيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وإلى سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للبحث والأدلة الجنائية، شاكرا الدعم اللامحدود الذي يولونه لهذه الإدارة، والشكر كذلك موصول لشؤون الجمارك فهم يعدون خط الدفاع الأول للمملكة. نعم، المقدم عبد الرحمن أحمد شويطر رئيس شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.